موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. أسماك القرش أقدم الحيوانات المفترسة في البحر والتي تجوب المحيطات منذ ملايين السنين. إلى جانب حاستي البصر والشم المتطورتين، فإن حواسها الدقيقة وقدرتها على اكتشاف التيارات الكهربائية المنبعثة من فرائسها تجعل منها تهديداً قائماً. أسماك قرش النمر التي تزن حوالي طن متري هي إحدى أكبر مفترسات المحيط، لكنها ليست حيوانات انتقائية في طعامها، بل تفترس كل ما يعبر أمامها سواء أكان حياً أم ميتاً. تمتلك أسماك قرش النمر إحدى أقوى الفكوك الطاحنة في العالم. تتناول وجبة سريعة من طيور كايب الميتة أو المصابة قبل معاودة اللحاق بمسار زيت السمك الناتج عن هجرة السردين. أسماك القرش الداكن التي تسبح في الأعماق عادة ترتفع إلى السطح من أجل الحصول على السردين. تتمتع هذه المفترسات الماهرة ثقيلة الوزن بإحدى أقوى العضات بين جميع أنواع أسماك القرش. يبدأ جيش من أسماك القرش الداكن بالطواف حول أسماك السردين مجدداً، واحدة تلو الأخرى تنقض على كرة أسماك السردين الدوامة وتلتهم منها، حيث تفتح أفواهها على اتساعها، وبمجرد مرور أسماك السردين يسود الهدوء من جديد. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.